جهاز بيدمر كده ليه يا دكتور؟ بيدمر كده ليه؟ حالة ماتت. ايه ده؟ حالة ماتت. ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه يا دكتور؟ بتقول ايه؟ انا مش دافع لك فلوس عشان تخرجها من هنا. انت زي ما قلتها. ازاي؟ انا مش عارف، عشان انا عايز اقول لك سر. سر؟ سر ايه؟ انا مش دكتور. امال انت ايه؟ انا ممثل، وانا موتها بالغلط. الصدمة اثرت عليها جدا، وممكن كمان ما تكونش ماتت. انا مش متأكد. انا متأسف جدا. مالكم في ايه؟ انت دكتور؟ انا دكتور. امال انا ايه يعني؟ ما انا في مستشفى، يعني اكون دكتور. في حالة جوه ماتت، وهو الدكتور ده مش مهم. الدكتور بجد ده ممثل، والشهادة دي اصلا بتاعته مش حقيقية ومزورة، وانا دفعت له فلوس وهو ضحك عليا ومشي. طيب انا هعالجها بالمجان. شكرا جدا. ارجوك طمني عليها، ارجوك. انت مين انت؟ انا خطيبها. طيب تمام. الحمد لله الحالة ما ماتتش. امال الجهاز كان بيزمر كده ليه؟ ده جهاز اي كلام، لما هو يحب يخليه يزمر بيخليه يزمر، بيخليكوا تقلقوا عشان تدوله فلوس عشان يحاول ينقذها، وهو دكتور نصاب. يعني هو مش دكتور اصلا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. لا حول ولا واللي كانوا معاكي واقفين بره. الحمد لله الجهاز زمر مره واحده وما حسيتش بنفسي غير وانا مغمى عليا. انا هروح اقول لهم بسرعه. ثواني يا بنتي. الحاله فاقت بجد. ايوه انا المريض اللي في الاوضه اللي جنبها وفاق، وهي بتقول ان الجهاز زمر مره واحده وهي ما حسيتش بنفسها غير وهي مغمى عليها. بسرعه. لا يعني انت كويسة؟ كويسة؟ كويسة. انا متأسف جدا، والدكتور قال ان انت ممكن تطلعي، لانه كمان الكسور طلعت مش حقيقية. هو انت بس كل اللي حصل ان انت وقعتي من الدور الاول وما حصلتش حاجة، الدور الارضي يعني. طب وازاي وانا شفته كده دور طويل قوي؟ وازاي انت قلت لنا ده الدور 11؟ انتوا متفهموش حاجة. انا نفسي مش فاهم. انا مش فاهم.
هي كويسة يا دكتور، كويسة يا دكتور. غريبة بتغصبني، أنا عايز أسألك سؤال، هو ليه ما رجعتش بالزمن؟ ما أنت كنت بترجع بالزمن. الموضوع مش بإيدي ومش عارف أرجع بالزمن، لأن ده قضاء وقدر ربنا. التاني ده كان ليه موضوع كبير جدا هحكيهولك، بس مش دلوقتي، لما يجي أوانه. إمتى يعني؟ أما يجي أوانه. استنى هنا، في ايه؟ مالك؟ هو ازاي مارفل ومالك ما مش خايفين؟ ما عيطوش عشان هما مجرد اصدقاء ليها مش زينا؟ بس برضو انا حاسس ان وراهم حاجة غريبة، وانا كمان حاسس ان وراهم حاجة، وانا هلاقيها وهطلعها. تعال نستنى هنا جنب الليان لحد ما تفوق. اوه، شنو بتاع دي؟ انا لسه في المستشفى. ايوه، في علامات كده غريبة على رقبتك، أنا ما قدرتش أحددها، بس دي علامات خنق. خنق؟ حد مسكها من رقبتها يعني. إحنا ما نعرفش عن الموضوع ده يا دكتور. طيب تمام. بتكذب ليه؟ بتكذب ليه؟ يعني أودي ناس السجن يعني، ولا عم أنت عايز إيه؟ أيوه، عشان نخلص منك يا أخي، عايزين نخلص منك. بس بقى كفاية كفاية. او كمان لازم تاخد الجهاز بتاع التنفس. راح فين؟ او وده كمان خدوه، عشان ده اكياس دم هتحتاجها جدا 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 جدا، وبتاع التنفس هي حطيته غالبا معاها في الشنطة. المهم يعني لازم
لازم ضرورة، ده ضروري جدا. ماشي انا همسك الحاجات دي وانا هزقك يا ليان. لا انا قادرة اتحرك. طيب ان شاء الله تكوني بخير. اخيرا استني بس يا ليان ما تمشيش، ابعد عني بقى يا اخي ابعد عني. انا مستغرب ازاي ملك ومرضي ما سألوش علي. ايه ده انت قاعدة كده ليه؟ قاعدة كده ليه؟ مش قادرة مش قادرة امشي مش قادرة. انا هروح الحمام. ايه ده؟ عصفورة جميلة. انا قدرت ادوس على خش خش اخش اغسل ايدي. مش عارفة اعمل ايه مش عارفة. يا رب استر يا رب انا خايف جدا. مالك في ايه يا مارفل؟ انت مش حاسس باللي احنا فيه؟ مالك يا مالك مالك في ايه؟ احنا عاملين مصيبة، احنا اللي عملنا كده فيهم. احنا مالنا؟ انت ناسي صح الموضوع ده؟ وزعيم كده ممكن يموتنا، واستاذ محمد موتناه، وادي جاك لبسناه التهمة. احنا مش ممكن نكون بني ادمين ابدا. وكل ده ليه؟ علشان نمشي الايام من المدرسة. انا اصلا مش فارقة معايا. وانا كمان. ايه ده بص مين هناك؟ ايه ده؟